الله الرحمن الرحيم. إلى الواصلتي أهلا وسهلا مرحبكم في مطار لاهور الدولي، حيث التوقيت المحلي تمام الساعة 5:15 مساء، ولحق المستوقع والسلام الجماوية تقريبا. مشتركتكم ورحلتكم، أرجو حضراتكم البقاء في مقاعدكم حتى تنقل الطائرة تماما وتطلع في المقاعد وتفتح الرسمية سداد التلفزيون. رياض القطب السعودية وقاعة فاروق وكبس الملاحين. نتمنى لكم الطيب الاستقامة في دوحة ورحمة قدم شهادتكم معنا وراكم مرة أخرى للسعودية. نرجو أنكم تستمتعوا بلقائكم معنا هذه ونشكركم.